الخبر الاول اللي عدى عن سارة يوب وفهد الزين وتنزيلهم الصورنا بحسابي بالانستغرام يا حبايب، الظهر قدامكم راح احط لكم رابط بالوصف، الكل يروح يشوف الصور هناك ما راح احط لكم اياها حاليا، على مود تحمسوا تروحوا تشوفوها بحسابي بالانستغرام. وبهذه الصور يا حبايب اعلنا عن الفيديو كليب اللي راح ينزل لكم باكر على الساعه 4. الفيديو كليب راح ينزل لكم على قناه سارة يوب، راح احط لكم الرابط بالوصف مال قناه سارة يوب يا حبايب. اول شيء وصلوا ل 60000 مشترك، وبنفس الوقت يا حبايب الفيديو كليب حاليا نازل كعرض اول، يعني تقدرون تدخلون تفجروا تعليق وتفجروا كومنتات. فرابط الوصف كلكم اريد يا حبايب جيش مملكه قصص تفجر كومنتات ونفجر لايكات ونوصل 60000 مشترك. اشتغل حاليا انس واصال وتهجم المتابعين عليهم بسبب اخفاهم لكلمه فلسطين من الكومنتات اللي عندهم، طبعا مو بقناتهم الاساسيه اللي بها 13 مليون مشترك، 1000 مليون مشترك، ومو بقناتهم الاجنبيه اللي بها تقريبا 1,500,000 مشترك. طبعا بالنسبه للاشخاص اللي شافوا المقطع السابق يعرفون هذه الفضيحه وحطيت لكم اياها الموضوع بالدليل، فكل المتابعين حاليا راحوا على اخر مقطع نزلوه بقناه الثانيه اللي هي اجنبيه وصاروا يكتبون فلسطين ولكن بحرف ناقص او حرف زايد مثلا فلسطين بالصاد مو بالسين على مود يطلع اسم فلسطين، وطبعا كل هالشيء يسووه على مود يطلع انس مروه ويبرر ليش هو خفى اسم فلسطين من الكومنتات اللي عنده. وصلوا حبايبي اكتبوا لنا بالكومنتات هل يستحق هذا التهجم اللي تعرض له او لا. ننتقل حاليا لبيتان وانس الشهيب والمقطع الاسئله الناري نزلوه ويا شيرو. الصراحه الاسئله كوش ناريه، لازم تروحوا تشوفوا المقطع لان به هوايه فضائح وشيء كشفت. بالنسبه لاول شيء يا حبايب، فسالوه اذا قال ابوك وامك من فلسطين عن بعض، هو قال انه هذه اشياء عاليه ما اقدر اجاوب عليها وان اشياء خصوصيه. طبعا واضح انه هو فعليا اهله او امه وابوه من فلسطين عن بعض ولكن هو ما حاب انه يقول. شوفوا الرد. السؤال الخامس بحكي لك، امك وابوك من فلسطين عن بعض؟ جاوبني، واذا ما بتجاوب هذا السؤال تماما راح اكهربك. لا 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 برو برو ما بصير، لا 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 ما بصير هيك اسئله برو، اسئله خاصه اسئله علي ما 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 بصير. لازم لا لا انس انس ما بصير تعطيه اريحيه انه يجاوب. لا لا ما بصير هذا شيء بخصي وبخص ابوي. ما بصير ما بصير انس حبيبي ما بصير ما بصير ما بصير ما بصير هيك اسئله انس ما بصير ما بصير هيك اسئله برو، اسئله خصوصيه يا جماعه. طيب عادي جاوب ما بصير ما بقدر اجاوب. بس بشيء ثاني يا حبايب، ليش خاص اللي يتذكرون انه مره نزلت لكم مقطع على قناتي باليوتيوب قلت لكم انه الشهد السمنت او سيمد هو يكون خالها نارين بيوتي، فهو المتابع صاروا يتهجمون علي ويقولون انت قاعد تطلع اشاعات. فالحمد لله انه الدنيا دارت وانثبت الموضوع. المقطع هو صار يقول له انه ليش هو سيمد هو خالك، واعترف بهذا الشيء انه هو خاله ولكن قال له ماكو مشاكل بيناتهم لكنهم ما حابين يصوروا لنا بعض عم بمصر مشاكل اكثر. شوف الرد. ابي بحكي لك، ليش بطلتوا تصوروا مع خالكم سيامند ومرته شاهد ومو متابعين بعض في كل مكان مع انه الكل بيعرف انتم دعمتوهم في البدايه وصورتوا كثير فيديوهات مع بعض؟ شو السبب؟ عن جد هذا سؤال ثلاث ارباع السوشيال ميديا. شو السؤال؟ يعني خالك سيامند ومرته شاهد ليش بطلتوا تصوروا مع يعني بعض؟ يعني في مشاكل. نحن عائله وما بنحب يكون في بيناتنا شغل وبس. لا الجواب مو صحيح. لا تكهربي الجواب مو صحيح. بلا هيك الجواب مو صحيح. بلا هيك الجواب. لانكم انتم بالبدايه كنتوا بتصوروا مع بعض، في سبب ما بنحب رو بس صار الشغل بين عوائل او قرايبين رح يصير في زعل. طب لذلك قررنا انه ما يكون في شغل. طب ما احنا عائله طبعا. طب انتم يعني ما في مشاكل؟ لا ليش مش متابعين بعض؟ ما في شيء. ليش لما يطلع مقابلات خالك ما بيذكر اسمكم؟ يا عادي لانه ما بكون في سؤال او لا سالوه في... مره ما حكى، قال انه احنا من... انا حضرت على ام بي سي حكى انه المان الدول شو حكى بسان الدول انه بعدوا عن بعض. احنا بعاد عن بعض. الدول اللي بعاد عن بعض وهيك ايش كلام مش مقنع. ما قال والله انا بحبهم او شيء زي هيك. في مشكلة. طبعا اكيد بحبنا خالنا يعني سكيب كمان طب قلب اللي فيها حب. رو سكيب 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 خلص معناته في مشكله وبدي ما في شيء. الصراحه حلقه كلش ناريه لازم تروحوا تشوفوها، راح احط لكم رابط ووصف بها اسئله كلش ناريه. وننتقل حاليا لاحمد ابو الرب وليش هو متضايق، فنزل شويه ستوريات كان يقول بها انه هو كلش متضايق من بعض المتابعين اللي قاعدين يجوا لبيته وقاعدين يزعجوه شويه وما يحبوا طبعا يريدون يصورون وياه، ولك هذا الشيء اكيد راح يضايقك وراح احط لكم الستوريات كلام من قلبه كلش شوفوه. في موضوع كثير مهم لازم احكي عنه وبليز تحسوا فيه، اوكي؟ هذا الموضوع جد جدي على الاخر وكثير مضايقني. انا لما اطلع في الاماكن العامه في المول في الشارع كذا بكون ناس ما تشوفوني بالشاشه، بكون انسان متخلف وفي طاقه ومستعد اسلم على الكل واتصور مع الكل وارقص واتهبل وهيك، فاهمين؟ وهي مسؤوليتي هيك. انا يا جماعه انسان انطوائي اولا، يعني انا بتعب اذا بشوف كثير ناس بتعب، يعني ما بحب التجمعات الناس وهيك، هاي شغله. ومرات بكون خجول، يعني مرات يعني مش دائما بكون نفس الطاقه، يعني مع اصحابي زي ما بتشوفوني في الكاميرا، بس إذا شخص أول مرة بشوفه بكون خجول، ما هيك أنا شخصيتي. وهاي غرفتي، أنا هون بصور، هون بقعد، هون بخطط. ما بحب حد يزورني عليها. بحب متابعيني، بعشق متابعيني، بس هاي منطقتي الخاصة، هاي هون خصوصيتي، هون شغلي، هون أنا بفكر شو بعمل وكذا و... بيتي عيب يا أخي إنه حد يجي على بيتي، والله بكون نايم يا أخي، حد يجي على بيتي ليش؟ تخيلوا انه لما رحت في الامارات عند اهلي في الامارات انه صار متابعين يجوا، بعرفش كيف عرفوا شقة اهلي في الامارات، صار يجوا على بيت اهلي.
طب ما بطلع لي اقعد مع اهلي لحالنا؟ والله ما بصير يا اخي الكلام. حاليا نورمارو تنزل هذا الستوري قاعدين من خلاله وراح ينزل لكم مقطع يوم السبت. هذا المقطع راح يكون كلش ناري، فرجوكم الستوريات تشوفوها اساس يوم السبت، فبشوف انه اخر فيديو اذا وصل لك شيء معين فبنزل، بس يوم السبت ان شاء الله ان شاء الله. فيديو اشتريت شيء جديد هون في دبي. وبس راح اقول انه وصلت المقطع، لا تنسوا يا حبايب اول شيء ستار يوتيوب الفيديو كليب مالته بالوصف الكل يدخل عليه، وصل 10000 كومنت، وصل 6000 مشترك. وبنفس الوقت يا حبايبي على حسابي بالانستغرام نزلت صورتي صوره ساره، الكل فجروها هناك وخليني اوصل بحسابي الانستغرام 50000 متابع. بس والله وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تفجروا هذا المقطع بلايكات، وبس مع السلامه.